المهم شوفي معايا هذا الصغير خديت الزوي ديال البنات هذا ديال الكبايه هذه لقيت عليها الراحه ديالي غزاله غزاله جات هي كتجي بنينه كتجي ديال البشره منهم الجافه الدهنيه كيجي بنينه دي اهم حاجه هاد الكريفات ديالنا كنبقاو نخلطو خاصه خديت 4 تا هما خديتهم المهم داكشي اللي كان حبايبي الزوينين اش اخباركم اموركم هانيه مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه شكرا بزاف على لي كومونتير ولا اي حاجه كتوصلني كاين اللي كنقدر نشوف ونجاوب عليه كاين اللي ما كنقدرش بحكم انه كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج تبارك الله عليكم الله يحفظكم ليا الله يخليكم ليا يا ربي اللي بغيت نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد بحكم انه بزاف منكم طلبوا مني انني نبدا نبارطاجي معكم اليوميات في رمضان وخاصه عيبه يوميا مي غنحاول لو ماكسيموم انني نبدا نبارطاجي معكم دونك دابا نهاري هذا نهاري السادس لقيتوني غدا نمشي نتقدى شحال من حاجه خاصاني وبغيت نديكم معايا انا دابا انا غادي نخرج الا قدرت نهز التليفون نصور لكم بزاف الحاجه راه غادي نصور لكم ما قديتش حتى غادي نجي ونوريكم لي فاشات ديالي مي دابا لقيتوني قبل ما غادي نخرج غادي ندير ليكرون ديالي عرفتوا علاش ميشه هاد الايام راه بزاف بزاف والواحد واخا تكون الشمس ولا ما تكونش ضروري خاصو يتبع شي ايكرون اللي مزيانه وانا مؤخرا تبعت هاد ليكرون ديال الكوزميتيك هادي الحمراء غزاله جوج في واحد يعني مرطب كيعالج البشره يعني بحال انا عندي البشره حساسه وفي نفس الوقت عندي لي روجور في البشره ديالي يعني هادي سوان وكتعالج المشاكل اللي عندي في البشره وفي نفس الوقت ايكرون فيها 50 اس بي اف واعره زوينه وسورتو الواحد ضروري خاصو يتهلا في البشره ديالو كاين اللي ما يقدرش انه ياخذ كريم ادغاتونت يكتفي زعما بهاد ليكرون فيها جوج واحد كيف ما قلت لكم كوزميتيكس واعر خرجت 4 ديال لا ريفيرونس كيعالجوا جميع المشاكل ديال البشره منهم الجافه الدهنيه والحساسه بالنسبه لهاد ليكرون البنات ممكن تلقاوها جميع لي فارات اللي كاينين في المغرب وجميع لي فارماسي اللي كاينين في المغرب سينو الا ما لقيتوهمش ممكن تواصلوا مع هاد لاباج ولا هاد النوامل اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله كنحماق عليكم خليكم معايا في الفيديو ديال اليوم عرفتو يا بنات خمس لمون ديال الصيام عرفتو على الحرارة برا والصيام غير الله يطول عليا اللي بغيت نقول لكم فاش كنت خارجة كنتقدا مقدرتش نصور كانت بني عامرة صافي جمعت التليفون تكونسونتريت غير مع التقديم وحتى للدار غدا نوريك حاجة وحدين كنت غير داكشي اللي خاص فهمتو دابا كيتكونسون داكشي بزاف خديت بطبوط صغير غدا نعمرو هادشي كيشد الوقت كما قلت لكم كاينين مرحلات ديال الحلويات كيصاوبوهم المهم هذا خديته هذا الصغير وخديت متخديت خديت هاد لاكيش خديت داكشي اللي غيدي ليا هاد السيمانه وخديت هاد الشيء لاكيش وخديت بلاد خديت لي ميني بيتزا خديتهم على شكل هنايا مربعات شدو فيا او ضيعي يعني هادو كلهم بيتزا هنايا وخديت تشهيت لي طارت غنعمرهم بلا كريم باتيسيير وبلي فخوي كاينين عندي لي فخوي هنايا قلت غادي نعمرهم خديت منهم جوج ديال الباتيات وشنو عندي تاني هادو لي ساشي خارجين خديت هاد بابي كويسون سهلة عليا وخديت هاد دونتيل باش كنفرج البلاطو ديالي هنا ولا كل شي حاجه خديت طوال وخديت دايرين وهنايا هنايا زوينين هادو هذه الخضره الجافه زوينه مشيت عند العطار وخديت هاد الخضره الجافه زوينه كتجي من فوق لي كيش زوينه كتعطي واحد المنظر زوين وخديت فيلي دامون خديت هذه البصله بودر صافي وشنو خاصني هنايا هذه الملحه الصينيه على حساب لي سوب لي لا سوب لي غادي ندير معاكم ان شاء الله ندوزو هنايا وهنا خديت السكينج بيفري خاصني خديت الحار خديت كورنيشون هذا عزيز على ليبا وخديت الفيتون هذا مشغل لا هذا مقطع الحار وهذا اللي بربع زوين وخديت هذا هذا مقطع عادي على حساب
هذا اللي كنبغي نعمر به البوط الصغير. وطريت البزار خديت الكفته وقلت ليه كيلو ناي قلت ليه قسم لي على 4. وخديت هذا بنت فيمي خديت 4 تاع هما خديتهم. المهم داكشي اللي كنحتاج ديما هو اللي حاولت ناخذ بزاف الماء التحميره قالت لي ماما خاص الماء. خديت هاد الطبيقات زوينين كيجيو تحت من الليمون اللي كيخرجوا من الفران مليحه. اول مره ندير معكم لي باش هكا ديال الدار ديال المونا. خديت هاد اسويتو زوين كينفع في الكوزينه كديري السرابط وكتلوحي في الكوزين. هذا حتى هو هادو خاصين المعان الشوكولا حتى بالبراوني تلالي. هذاك درتهم في رمضان درتهم 3 فوا تيلمون جاو زوينين تكالو مكيبقاوش. هنايا كان خاصني دابا خرقو معاك خرقهم بالزيت. شناهو تاني زوينين مكيبقاوش. خديت جافيل هاد اوني وهذا زوين يا البنات هذا ديال طبايع غزال. اي طبعه عندكم زليش ولا اي حاجه البوطه اي حاجه زوين. وخديت المهم خاصني الزبده اولا حيت هادشي كيتكونسوم بزاف صافي واخا ما عرفتش شحال تشري كيتكونسوم بحال البراوني كناخذ نص باكيه ديال هاد الخل لاكريم. لاكريم فريش باغا نصاوب ليكم بيها واحد ديسير زوين ان شاء الله. كون ديجا بارطاجيتو في الاوائل ديال لاشين ولكن هاد المره ان شاء الله غنبارطاجي بحساب الناس جداد. هنا خاصني بريكون هذا الروز هذا روز كلاسي اشو تاني وهاد سوليس صافي. هادشي تقريبا اللي تخديت اليوم ونقدر باخر ليكم معايا ندخلو الكوزينه نشوفو شنو غادي نصاوبو. عرفتو هاد المارشي اللي كنمشي ليه فيه كلشي فيه العطاره فيه القزيره فيه مالي الحوت فيه كلشي داكشي ديال الميناج كلشي كلشي مواد التنظيف كلشي. المهم خديت مشيت عند مول الحوت خديت الصول وخديت هنايا باناشي عندي ما بين كروفيت وصونو. عندي هنايا السرديل الطحون والسرديل عادي مقبل عليه التقضيه ديالي ديال اليوم. دابا دخلوا معايا الكوزينه نشوفوا شنو غادي نديروا. صراحه كنفكر غادي نصوبوا السردين ندخلوه الفران وغادي نديروا لا بيغي وشنو غادي نديروا ندير لي كريب. المهم ها نتوما معايا خليك عرفتوا البيتزا ضروري كل نهار كل نهار خاصني نديرها. راه ديجا كنت قصدتها معاكم ودابا قلت نوريكم انا كنصوبها. المهم اليوم كل مره باش كنديرها مره بالكفته مره بالدجاج مره بالطون مي اكثريه ديال الطون. صافي دابا غندير ديجا درت لاصوص درت فيها الصوص اجي كتصرعها كنخلط معاه زيت العود والزعتر وداكشي. صافي دابا غندير نكمل الطون ندير الفرماج وندير الزيتون بحال صافي. عرفتو الوقت دغيا كطير مع مشيت قديت داكشي ما قدنيش الوقت. المهم دابا السردين اللي خديت من المارشي هو هذا زوين نقي كيبري. المهم هادي هي العطريه اللي كدير ماما. هنايا كاين القزبر ومعدنوس والعطريه ديال الحوت راه قبيله خديتها ودرت شويه ديال الزيت هنايا. وبالنسبه للعطريه عندي هنايا الخرقوم بلدي خرقوم عرق التحميره هريسه العطرية اللي كتصوب ماما ليكم ديجا بارطاجيتها معاكم. هذه فيها كل شيء فيها ورق سيدنا موسى فيها كامل فيها السكينجبير. عندي الثومة مجففة بصلة مجففة تا هيايا والملحة غادي نديرو هادشي كلو هنايا ونخلطو نخلط بيدي. بالنسبة للفرق ديال السردين راه فيها حتى الحامض عصرتو فيها ممكن تشدو السردين بحال هكا كتعمروها. ماما شوفي معايا صافي كطويوها غير طويوها هكا كتمرملها هكا فينا صافي كتحطو هنا ندير معاكم التانية ممكن تشدو السردين بحال هكا عرفتو نقي نقي كيبري كتشدو لاخر هاكا هكا قادوها
دابا حيت هاد السردين كبير داكشي علاش كنديرو غير وحده كنطويوها، اما فاش كيكون صغير كنديرو وحده فوق وحده يا ماما. اه باش ما يجيش غلط. اه صافي وكنشدو كن هاكا كنفندوها في الفينو بحال هاكا صافي حتى كنكملوها وكنديروها في شي مول ولا طاوله كتدخل للفران وصافي بالصحه والراحه. من الاحسن السردين اللي دار في الفران احسن من القليان كيجي بنين ضروري مع الرفقو بالمساند الرسمي شنو هو بنجال وفلفله حلوه وفريت ايوا بصحه فطوركم هيا لي هاوما لي بيتزا ديالي وجدو ودابا في نفس اللاطه اللي درت فيها البيتزا هذا مصوب فيها هاد ليكيش بالنسبه ليكيش درتهم بالدجاج وبالشامبينيون المهم صوتيتهم درتهم دابا عمرت بهم ليكيش ديالي دابا جيت باش غادا نصوب لاباغاي درت فيها بيضه شويه الملح شويه البزار كتضيفوا اي فرماج عندكم هذا درت فرماج طارتيني نص خماره ديال الحلوه صافي كتخلطوا بالحليب وتقدروا تضيفوا حتى لا كريم فريش انا مبغيتش ندير لا كريم فريش اليوم ديما كنديرها بغيت نبدل البنات هما لي كيش ديالنا قربوا يوجدوا غندخلهم في الفران دابا كندير هذيك الخضره المجففه اللي شريتها تلقاوها عند العطار اولا ممكن تصوبوها في الدار عرفتوا اليوم عييت ما عرفتش نتقدى صافي راسي ضرني اليوم بزاف بغيت نصوب هاد البيلبيل وبغيت نبارطاجي معكم البنات بالنسبه للبيلبيل خديت هاد الطويجن الصغير درت فيه صوليف ودرت فيه التحميره وديك العطريه اللي كتصوب ماما وديك الثومه مجففه شويه ديال القزبر ومعدنوس ومليحه غير شويه بداو يتشحر هادشي ونضيف عليهم الكروفيت كيجي طاجين بنين 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 بزاف البنات بالنسبه للعطريه راه فيها ورق سيدنا موسى وخا فيها غادا نضيفها غادا نديرها دونك دابا غادي نديرو فوق البوطه باش غادي يطيب ما انا درت ورقه سيدنا موسى غادي نديرو دابا يتشحر فوالا فاش كيبدا يتشحر كنضيفو الكروفيت دغيا دغيا كنخليو حتى يقرب الطوب ودغيا دابا كنضيفو الكروفيت ديالنا وكنبقاو نخلطو راه ساهل دغيا كيوجد كيجي لذيذ اهم حاجة ايوا هاهما لي كيش ديالي وجدو والسردين كيطيب في الفران فوالا دابا غادي نصوبو لابيغي شديت البطاطا سلقتها ودرتها في الهاشوار باش ولات ليا بيغي ممكن نديرو الميكسور ممكن نديرو الحكاكة ومن أي حاجة ممكن تولي لينا حنايا تولي لينا بيغي هنايا ديجا درت مليحة غدا ندير الفرماج أي نوع ديال الفرماج عندكم أنا غدا ندير هذا المثلث وغدا ندير هذا اللي عندي ديال الفك المهم أي نوع عندكم ممكن ديرو واليوم لا بيغي بغيت نسمها بالزعتر كتجبني هنا وخديت هنايا الزعتر غدا نسمو بيها ايديكم كتجي بنينه الا تعقلوا على البريوات اللي كنديرهم بالزعتر بحال هكا كيجيو بنان هاد العام ما درتهمش بقات بلاصتهم ياك حيت كاين تبارك الله البريوات داكشي كثير وغادي نديرو حتى الزبيده حتى هي غادي نديروها شويه الزبيده حتى هي كتجي بنينه كتبن الا ما كانش زعما الفرماج ممكن ديرو غير غير زبيده صافي كنضيفو الحليب انا هنايا كندير حليب غبره صافي كيجي بها زوين صافي كنخلطو لابيغي ديالنا نخلطها ونرجع معاكم يعني انا اليوم غادي ندير هاد المولات بجوج انا عمر ما نرجع معاكم ها هي لابيغي ديالي واجده درت هاد جوج مولات صافي درت فرماج غابي من الفوق صافي دابا مبقى لي غير ندخلها للفران صحه وراحه البنات هاهي فلفله حلوه خلاتها ماما نزيد لها كمون ومليحة كتجي زوينة هاي كتحل فيها ماما تجي لي صوتي هادي ليمون ولي فخوي وحنا راه كنصوبو في الطبيلة تما
ديال اللي صوبت معاكم ساهل كيجي بنينه، دي اهم حاجه. هذا كروفيت بيلبيل، طاجين بيلبيل كيجي غزال هو كيجي لذيذ. هذه لا بيغي درت جوج ديال المولات. هاد سلاد سلاد دو فوي، هذا البنجان مقطع ومقلي. خلاص هنايا التمر والسلو، هنا لي فريت الزيتون مقطع، وهادو لي كيش لي صوبت معاكم تاع لا خرمينا. البيتزا حتى هي، والبغير وجداته ماما، وهنايا الفليفله حلوه هي وفلفله حاره. وهذا عصير، انا كيعجبني عصير الليمون مع الخيار، كيجي خطير بنين كيعجبني. المهم طحنتو معاه، هو كيعجبني صراحه كيكون الحكوك احسن، وحتى مطحون كيجي زوين. دونك فوالا هذه هي الطبله ديالنا، فوالا هذه هي الطبله ديال الفطور ديال اليوم. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. خليكم معايا، ما غاداش نقطع معاكم هنايا، حتى غدا نبارطاجي معاكم مشتريات ديالي، داكشي ديال الكوزميتيك، داكشي الخواطر بغيت نبارطاجي معاكم. خليكم معايا ما تمشيوش، ديما كملت الفطور ديالي. البنات عييت اليوم، ضرني راسي بزاف حيت خرجت كانت تشميشه، صافي يلا كملت. ودابا قلت نبارطاجي معاكم لي برودوي اللي كنت خديت. بغيت نبارطاجي معاكم هذا البرودوي ديال السوافغ غزال، هذا جي نيتوايون، بزاف ديال البنات كانوا كيشكروه وجربته، غزال 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 بزاف. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم لابو غراس بحالي، البشره الدهنيه اللي فيها الحبوب بزاف، والناس اللي عندهم لي بوان نوار. هذا فاش كتغسلي به وجهك، تغسلي به دو فوا بار جوغ، زوين كينظف بعمق وكيحيد لك هذوك لي بوان نوار، وفي نفس الوقت كيداوي لك الحبوب اللي عندك في البشره ديالك. غزال هذا فن فن فن. خديت انايا غام، غام شنو فيها؟ فيها هاد جيل نيتوايون، او ميم طون فيها هاد لا كريم ايدراتون، زوينه. من بعد ما كتغسلي وجهك كديريها، كتحسي بواحد الترطيب، كتعالج لك البشره ديالك، كتحيد لك كاع دوك المشاكل اللي كيكونوا في لابو غراس. واعره هاد لا غام البنات، فيها هاد ثلاثه واعرين، وسيرتو هاد السيروم واعر، كيحيد لك المشكل ديال كتحطيه على الحبيبات، كينشفهم كيحيدهم، كيطريطي لك البشره ديالك. غزاله هاد لاكام البنات، نبغيكم تكون عندكم. حتى انا يعني فاش كان فيا الحبوب، هو مره ضروري كيخرج الحبوب هادي البشره الدهنيه، كنت ديما كنبغي شي حد ينصحني بشي شي كام تكون زوينه، وهادي لقيت عليها الراحه ديالي. غزاله 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 البنات، كيف ما قلت لكم هادي، هذا كتغسلوا به دو فوا بار جوغ، وكتبعوه بهاد لا كريم ايدغاتونت، وهادي فيما كتخرج لكم شي حبوبه ولا شي حاجه كتحطوها عليه، كتنشفها كطيرها. هاد لاكام البنات ديال سواغ البنات، هاد لاكام غتلقاوها في اي فارماسي في المغرب، واي بارا فارماسي غادي تلقاوهم فيهم. سينو الا بغيتو دخلوا لاباج ديالهم، تكومونديو من عندهم، راه ممكن تكومونديو من عندهم. وبالنسبه ليكرون اللي درت معاكم توت الوغ، هذيك بالنسبه للناس اللي عندهم البشره حساسه وعندهم لي غوجور في البشره، يعني هذيك ليكرون فيها جوج في واحد، انها ايكرون وفي نفس الوقت سوان الوجه، كتعالج لك المشاكل اللي عندك. واللي عجبني في هاد لا مارك ديال كوزميتيكس، انك الا خديتي ايكرون كيعطيك ليكرون الثانيه فابور، وكتختاري اي ايكرون بغيتيها. هادي ديال هاد ليكرون ديال لابو اللي فيها ليطاش، اللي فيها ليطاش ديال الحبوب، فيها التصبغات، كتعطي لابو واحد اللمعان، واحد البياض، واحد غزاله غزاله بزاف. يعني اللي زوينه في هاد كوزميتيكس انك كتاخدي ليكرون، والثانيه كتاخديها فابور. بالنسبه ليكرون اللي بارطاجيت معكم توت الوغ، اللي درتها قبل ما نمشي للمارشي، هذيك زوينه بالنسبه لابو سونسيبل، وفي نفس الوقت عندها لي روجور. هذيك هذيك سوان، وفي او ميم طون ايكرون كتعالج لك المشكل اللي عندك في البشره ديالك. يعني ايكرون فيها 50 اس بي اف او سوان الوجه. واللي زوين في كوزميتيكس انك الا خديتي ايكرون كتاخدي ليكرون الثانيه فابور، وكتختاري اي ايكرون بغيتيها. بالنسبه للكوزميتيكس البنات، مخرجين 4 ديال لي ريفيرونس، منهم ليكرون الاولى هي اونتي روجور، كاينه هذه اللي خديت انايا كريم اكليرسيسانت، وكاينه اونتي ريد، وكاينه حتى اونتي بريونس. زوينين زوينين البنات، نبغيكم كلكم تاخذوهم، ممكن تلقاهم في اي بارا فارماسي في المغرب، اي فارماسي في المغرب،
ليكم حتى لاباج لو بغيتو من تما تاخذوا لا كوموند ديالكم. البنات نتمنى انني نكون كنفيدكم ونكون كنجيب لكم دي بون بلون. تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كنحماق عليكم، باي باي.